أخبار اليوم. أنا رمضان السكري. نعم الله عليك. رمضان. أيوه الله عليك. يعد الفنان حسن مصطفى أحد علامات الكوميديا المسرحية، والذي يتميز بالروح المرح من خلال تجسيده العديد من الأدوار المتميزة الذي قدمها في عدد من المسرحيات، وأيضا في الأعمال المختلفة تلفزيونيا وسينمائيا. أنا عبد المعطي يا فندم، ناظر المدرسة. مين؟ عبد المعطي ناظر المدرسة. عبد المعطي؟ أيوة يا فندم. اسمك عبد المعطي؟ أيوة يا فندم. ده اسم اتقابل بيه ربنا ده. الحمد لله يا فندم، هنعمل ايه؟ ولد حسن مصطفى بمحافظة القاهرة في 26 من يونيو عام 1933، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1957، وعمل على مدار مسيرته في العديد من الفرق المسرحية، منها فرقة اسماعيل ياسين والفنانين المتحدين ومسرح التلفزيون، وتدرج في الحقل المسرحي من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته. ومن أهم الأعمال المسرحية التي قدمها حسن مصطفى حواء الساعة 12، وسيدة الجميلة، ومدرسة المشاغبين، والعيال كبرت، ودور مي فاسوليا، وعائلة عصرية جدا. يا حبيبي ايه مالك يا ولد؟ ايه حصل لك؟ ايه فعل عين مين يا اخوي؟ ايوه الراجل بالنضاره ده، انا مش حاسب انت اللي بعت لي يا ابني. انا جيت جنبك ولا كلمتك؟ انا كلمتك ولا جيت جنبك؟ بتبلع عليك يا اخي. يا الاستاذ رمضان ابو سره. أما في السينما والتلفزيون فكانت معظم أدواره في الإطار الكوميدي، ومن أهم الأعمال التي شارك بها العتبة جزاز، والزواج على الطريقة الحديثة، وعفريت مراتي، ونص ساعة جواز، وأضواء المدينة، وأرض النفاق، وأخطر رجل في العالم، ومرجان أحمد مرجان، وحسن ومرقص. وكان حسن مصطفى أول من قدم المنوعات في التلفزيون، وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل بكيزة وزغلول، ورأفة الهجان، ويوميات ونيس، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، والشيخ العرب همام، والبخيل، وأنا نيبن. الحقيقة افتقدناك الأسبوعين اللي مروا كتير. كل اللي قابلتهم في أوروبا كل ما يعرفوا أنك صديقي كانوا يحسدوني. تتجوزيني يا بكيزة هاني؟ تأثر حسن مصطفى كثيرا بعد رحيل رفيق دربه وآخر أبنائه في مسرحية العيال كبرت الفنان سعيد صالح، بعدما رحل قبل سنوات الفنان أحمد زكي والفنان يونس شلبي. فقد عاش الأب رحيل أبنائه، وراحت البسمة من وجهه، وتألم كثيرا برحيلهم. شوف يا بنت، انت ما فهمك. انا بقى تعيدك تحت عودي، انا مول حاجة فهمني كويس قوي. انا محامي قديم ووعر وفهم الدنيا كويس قوي، دارس قانون ودارس الحياه كويس قوي. مفيش محكمه ما دخلتهاش، مفيش اسم ما شفتوش، مفيش تخشيبه اللي ما بصيت عليها وعرفت كل حاجه، حسست وفهمت كل حاجه. شوفي صفه الغتاتة والتباتة والنباهه والرزاله. تصحي معايا تفهم اللي هقوله لك كده، وتفهميني كويس قوي. فهماني انت؟ مالك نفخ شدقك كده ليه؟ بتهتني ولا ايه؟ انا مالي، انا اسكت محامي ولا مباض محار؟ مالك يعني ايه؟ لا ده انت مالك ونص وربع كمان. انت مين؟ انا زغلول محمد العشماوي. صح، وما زغلول. رحل عن عالمنا الفنان القدير حسن مصطفى، تاركا تراثا لا ينسى في اذهان الماضي والحاضر والمستقبل. رحم الله الفنان حسن مصطفى. مصطفى سعد، اخبار اليوم.